وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني كعليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني اختصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. علي الميكروفون، علي الميكروفون. وقال: هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع، هناك جميع غلاتي وخياراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وفرحي. فقال الله له: الله، يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، والمجد لله دائما أبديا، أمين. عايزين لما نيجي الكنيسة نيجي بخوف، وعايزين نحاسب قلوبنا وضمائرنا علشان احنا مطالبين عن كل كلمة بنسمعها، إن كانت مفيش مسؤولية عالمية مدنية، لكن توجد مسؤولية عظيمة إلهية على عاتقنا، ويجب علينا أن نخاف من المسؤولية الإلهية أكثر بكثير بما لا يقاس من المسؤولية الأرضية. فالكلام اللي نسمعه مطالبين بيه بان نحفظه ونعمل بيه، ما نجيش الكنيسة علشان حاجة نسمعها ونتلذذ بيها وقتي، عايزين حاجة ناخدها علشان نمارسها في حياتنا.